هتكلم معاكم شويه النهارده. اول حد هتكلم معاه النهارده معانا مين؟ مريم محمد. مريم محمد انا بحبك جدا يا مريم، عايزاكي السنه الجايه تبقي اشطر واشطر. بحب هدوءك جدا وبحب رقتك، خليكي دايما كده. معانا مين تاني يا ترى؟ معانا سجا. سجا انت شطوره جدا يا سجا، وانا بحبك جدا جدا، خطك حلو قوي، عايزاكي السنه الجايه تبقي اشطر. تعالي نشوف مين معانا تاني. معانا ياسمين الدكتوره بتاعتي الكيوت، العسل بتاعت الفصل. انا كنت فرحانه جدا جدا بمستواكي، بتمنى انك تفضلي كده على طول. بحب هدوءك جدا وبحب رقتك، كمان بحبك لما بيبقى في حد من زمايلك بيتكلم وقت الشرح انت بتقولي لي اسمع اسمع الميس، انا بحب النقطه دي فيكي جدا حبيبتي. معانا مين تاني يا ترى يا كيجي؟ تعالوا نشوف. رانسي. رانسي حبيبه قلبي انت شطوره جدا، عايزاكي تبقي شطوره دايما كده على طول، كمان بحب طيبة قلبك قوي وبحب حنيتك حبيبتي. معانا مين تاني؟ اياد طارق حبيبي اللي بحب شقاوته جدا وبحب اسمعك وانت بتتكلم، انت شطور جدا يا اياد، عايزاك دايما كده، عايزاك السنه الجايه تبقى اشطر، وكمان عايزاك تبقى واثق من نفسك، ما تخافش من حاجه ابدا. معانا مين تاني؟ خالد وعصاره الطبل زي حبايب قلبي، بحبكم جدا وبحب شقاوتك جدا يا خالد. صولا انا بحبك جدا يا صولا وبحب رقتك وهدوءك، خليكي دايما كده، وعايزاكم انتوا الاثنين السنه الجايه تبقوا اشطر واشطر. نشوف مين تاني معانا يا ترى؟ مين؟ كريم. كيمو حبيبي انت ممتاز يا كيمو، عايزاك دايما تبقى شاطر كده، انا بحبك جدا وبحب طريقه كلامك قوي قوي، بحب اتكلم معاك وكمان بحب خطك، وبحب ان انت اول ما اديلك الحاجه تكتبها على طول، انت شاطر وسريع. معانا محمد ابراهيم الشقي بتاعي، كنت بحب شقاوتك جدا وفخوره بمستواك قوي، عايزاك دايما دايما كده، عايزاك كمان خطك السنه الجايه يبقى احلى. معانا مين تاني؟ عبد الرحمن. انا واثقه يا عبد الرحمن ان انت لما تكبر هتبقى حاجه كبيره قوي، عايزه لما اشوفك اشاور عليك في يوم من الايام واقول ان ده كان ابني وهو صغير. بحب اخطط جدا وبحب كراساتك المنظمه قوي قوي، عايزاك تفضل على طول كده حبيبي. يا ترى مين معانا تاني؟ معانا زين. زين نور الدين. زين انا بحبك جدا يا زين، انت شاطر جدا بس عايزاك السنه الجايه تبقى اشطر، وعايز خطك يبقى احسن من كده، وعايز كراساتك كمان تبقى منظمه عشان انا بحبك جدا جدا. معانا مين تاني؟ عمار. انا بحبك جدا يا عمار وبحب شعرك قوي وبحب طريقه كلامك، عايزاك السنه الجايه تبقى اشطر من كده. انا اتبسطت جدا لما ماما قالت لي ان انت بقيت تتوضى لوحدك زي ما انا علمتك حبيبي، انا مبسوطه بيك قوي. معانا مين تاني؟ محمد محمود. انت هادي جدا يا محمد، انا عايزاك السنه الجايه تبقى مندمج مع زمايلك وتتكلم معاهم، وعايزاك تبقى اشطر من كده. انا بحبكم جدا جدا يا كيجي، خلينا فاكرين يا كيجي ان احنا لازم نغسل ايدينا كويس جدا وكمان نعقمها زي ما اتعودنا. ربنا يحفظكم ويحميكم يا رب، اشوفكم السنه الجايه على خير وفي احسن حال.